أنا من فترة من الوقت وبقول إن المصريين هيصوتوا في هذا الدستور بنسبة نعم لا تقل عن 80 إلى 85%. أنا النهاردة بقول أن النسبة لن تقل عن 90%. اثنين، بقول أن المشاركة قد تصل إلى 30 مليون. هذا الازدحام الطويل حتى في مناطق الالتهاب، يعني حلوان الآن الشوارع مكدسة بالبشر، اللجان الانتخابية لسه بكلم حد هناك مليانة عن آخرها طوابير طويلة جدا، المعادي نفس الحكاية، الناس بتتجول وبيقولوا لي وفي المنصورة والأماكن التي شهدت اضطرابات أمنية الفترة الأخيرة. المنصورة نفس الحكاية، شارع الهرم، شارع الهرم رأينا أو شفنا مئات الأمتار الناس، ومعانا صور مباشرة من الهرم، هي لجنة انتخابية في الهرم رفع صور فريسيسي، وعلى فكرة هو كان لسه راح بيتفقد أحد اللجان في مصر الجديدة، صحيح، والناس استقبلته بالهتاف وطلبته بالترشح. أنا بعتقد أن مصر الآن في عرس كبير والإخوان يشهدون نهايتهم الشعبية. طب تتوقع يكون بيتابعوا المشهد ده الآن الإخوان بيتابعوه إزاي في ظل كمان أو في ضوء المعلومات المؤكدة اللي وصلت لنا من بعض المناطق خاصة المنيا على سبيل المثال، أن كان في محاولات ومساعي لشراء بطاقات الرقم القومي من البعض لمنعهم من الإدلاء بأصواتهم؟ هذه أساليبهم وهذه طرقهم، يعني هناك حالة من الذعر، هم يعني لا يملون من التأكيد أن الدستور مش مهم والاستفتاء مش مهم. فقدوا رشدهم وعقلهم منذ وقت طويل، الآن الحقيقة دخلوا في مرحلة الانتحار السياسي، الغباء دسمة من قبل كده، إنما لما يطلعوا الأيام اللي فاتت يقول لك السيسي قتل، فيظهر السيسي فيقولوا لا أصل ده كانت إشاعة مطلعها الجيش عشان يصنع زعيم. طب ده اللي مطلعين هذه الشائعة دلوقتي.